طبعا كلنا عارفين ان السيسي نصير الغلابة والمستضعفين، النساء والاطفال وذوي الهمم، اللي كل مرة بيقوم جايبهم معاه في اي لقاء عام، يجيب جنبه حد من ذوي الهمم او يخلي حد يطلع يتكلم ويطلع يبوس ايده او يبوس راسه. رئيس حنين ورئيس انسان ورئيس طيوب، وده طبعا واضح جدا وباين في كل تصرفاته مع ذوي الهمم تحديدا. لكن زي ما قلت لك، هو طبعا عبيط وهبل وبتاع الشو بتاع اللقطة، ما بيعملش اكتر من كده. ابسط ما فيها طبعا عندنا في عمرو البيار. عمرو البيار ده مستبعد من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، هيبقى مستشار يعني ان شاء الله يخش السلك القضائي. عمرو البيار تقريبا هو تاني دفعته في منصورة، المفروض وش كده بيتعين معي، فطبعا السيسي استبعده. الشاب ده بقى ربنا كرمه وألهمه ان هو يتجرأ على قرار السيسي، لان السيسي هو اللي بيعين يا باشا في موضوع القضاء وولاد القضاء وقرايب القضاء ومش عارف ايه، هو اللي بيعينهم بنفسه. فهو الراجل رفع تظلم دلوقتي، نتمنى بس مش عارف هنجيب، يا رب يعني ربنا يوفقه وياخد حقه بالقانون، الحق اللي يستاهله، خاصة ان الاعاقة دي او ان هو كفيف مش هتف يعني مش هتعوقه في العمل كقاضي او كمستشار بالمناسبة. وده طبعا يقول لك ان السيسي بيقول كلام قدام الشاشه، وفي الفعل او في الحقيقه بيعمل كلام غيره خالص. يعني المفروض ان هو واحد زي ده كان اولى 100 مره من اي حد تاني من الناس الاسوياء. يعني هو الراجل من ذوي الهمم اللي فعلا اجتهد وتميز على كتير جدا من الاسوياء، فالمفروض يكون له مكانه مميزه. بالعكس ده هيبقى قاضي يعني، ولا لازم القاضي يكون رقاص ولا طبال ولا منافق ولا حرامي ولا مرتشي؟ ما هو عشان خاطر اكيد استبعد عشان الولد ده اللي هو عمرو البيار ده اكيد حد نضيف، فواضح كده ان هو ما كانش ينفع في السلك ده، لان السلك ده الان بقى للاسف بقى سلك اغلبه يغلب عليه الطابع المدنس. فده السيسي يا جماعه، ودي حقيقه السيسي اللي هو بتاع ذوي الهمم ونصير الغلابه والفقراء والمساكين والنساء والاطفال وذوي الهمم كله في اشتكى معلم. سلام، نشوفكم في فيديو جديد.